مساء الخير جمهورنا الرياضي، مرحبا بكم للموسم الثاني في حصتكم الرياضيه درب الابطال. كما عودناكم رياضه وبطل. من اصعب اختصاصات السباحه نظرا للقوه العضليه، اللياقه البدنيه والتقنيات الدقيقه والعاليه التي تتطلبها ممارستها. روحوا اكتشفوا سويا شكون هي بطله هذه الرياضه. هي فراشة الماء اختصاصية المائة والمائتي متر فراشة، السباحة الجزائرية سرحاج عبد الرحمن